لسه في السعوديه، والطيران ده اخر خبر معايا، الطيران بيعطل عوده الدوري السعودي. مصدر رسمي كان كشف لجريده الجريده الرياضيه السعوديه انه تعليق الرحلات الجويه حائل لمساله الاستئناف طبعا المسابقات. قال لك المصدر نفسه قال لك انه في صعوبه التبكير بالموعد المحدد مبدئيا في 20 اغسطس في ظل وجود 80% من محترفي السعوديه خارج السعوديه، وبالتالي في صعوبه كبيره جدا في استئناف الدوري السعودي اذا لم يعد هذا الكم من المحترفين. وكلام اعتقد منطقي في ظل ازمه عالميه بيعيشها الكل، انما الحقيقه كلنا كنا مبسوطين جدا جدا وسعداء جدا جدا واحنا بنشوف السعودية مرة أخرى والمسجد النبوي بيتفتح لأول مرة بعد أزمة كورونا. وزي ما حضراتكم شفتوا كان متواجد عدد كبير من المصلين. يا رب الغمة تزول وتنزح.